السلام عليكم أساتذة الأعزاء، في هذه المحاضرة سوف نحاول أن نتعرف على كيفية كتابة الأسئلة النصية من خلال عمل جروب خاص بهذه الأسئلة. قد يحتوي هذا الجروب على 10-30 سؤال أو أكثر حسب ما يراه التدريسي مناسبا. كالمعتاد ففي جميع المحاضرات السابقة يجب أن نبدأ نبدأ الآن بواحد ومن ثم دوت ومن ثم سبيس بمقدار وحدة واحدة. نأتي الآن بكتابة، خلينا نقول احنا الكلمة التي تدل على انه في منصة الكانفاس. عندما يمتحن الطالب ويكون امام هذا السؤال سوف تظهر لديه، يعني خلينا نقول شاشة، خلينا نسميها شاشة، حال شاشة الإيميل اللي فوق السؤال وجوه الأدوات الكتابة، جميع أدوات الكتابة، ومن ثم منطقة لغرض كتابة الجواب المقالي، ومن ثم نقوم بكتابة السؤال الذي نرغب بطرحه على الطالب. أوكي، إنتر. هنا ايش راح نسوي حتى تتعرف المنصة انه هذا السؤال هو سؤال مقالي؟ شيفت ومن ثم خلينا نقول اندرسكور 3 مرات، 1 2 3. خلصنا السؤال الاول، هسه نريد نسوي السؤال الثاني نفس الحالة، انتر. طبعا هنا من يصير عندك هاي الحالة راسا ترجع خطوة واحدة بالباك، راح ترجع الطبيعي، لأن هذا خطأ ما يصير تكون على طول، لازم يكون 3 خطوات. نجي هسه 2 دوت سبيس مقدار وحدة واحدة، ومن ثم نأخذ السؤال الثاني الذي نرغب بكتابته وليكن هذا. أوكي، نضع السؤال وأيضا انتر، أيضا شيفت اندرسكور 3 مرات، 1 2 3، ومن ثم انتر لنكتب السؤال الثالث، 3 دوت سبيس بمقدار وحدة واحدة. نذهب لكي نجلب السؤال الثالث، كوبي ها هنا الآن، انتر، أيضا شيفت اندرسكور 3 مرات، وهكذا لجميع الأسئلة. وأيضا بعد إكمال الأسئلة 10-20-30، شوف حسب مدى يشوف التدريسي عدد مناسب، نكتب اند اندرسكور جروب. نذهب الآن إلى فايل ومن ثم إلى سيف أس. ومن ثم نذهب ها هنا ونختار txt، نضغط على سيف، ننتظر قليلا، نختار other، وكما تعلمنا سابقا راح نختار utf8. اوكي هذه، ومن ثم ولا اوكي نغلق هسه هذه الصفحة. ها هي الأسئلة المقالية تم كتابتها. هسه نذهب إلى الموقع، انتظر قليلا. أوكي، تم تحميل هسه الأسئلة، بدأ التحميل. الآن نذهب إلى الداونلود لغرض جلبها. اوكي اسف، هنا كات، نضع على سطح المكتب مثل ما تشوفون، واحد جوا الثاني حتى مباشرة اظلل الاثنين، كليك ايمن ومن ثم اد اركيف، انتظر قليلا، هنقول له
سقط الزيب، ومن ثم نقول له اوكي. ها هو هنا أنا. هسه هذا الملف جاهز لإعطائه للجنة الامتحانية لغرض رفعه، وشكرا جزيلا لكم.